صحفيين. اليوم على رأس بعثة من نقابة الصحفيين الموريتانيين لولاية الحوض الشرقي بهدف التشاور مع الزملاء الصحفيين والزميلات، تدخل هذه المهمة في إطار سعي نقابة الصحفيين الموريتانيين إلى استحداث وتشكيل مكاتب نقابية جهوية في ربوع موريتانيا في جميع الولايات. وبتشكيل هذا المكتب اليوم الجهوي لنقابة الصحفيين الموريتانيين نكون قد أسدلنا الستار على تنصيب هذه المكاتب في جميع ولايات الوطن. والهدف من هذه المكاتب هو لا مركزية العمل النقابي الصحفي، ومن أجل أن تجد الصحافة الجهوية ضالة في نقابة الصحفيين الموريتانيين، من أجل الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين، وأن يؤدي الإعلام دوره على أحسن وجه. أريد تأكيد مرة أخرى ضرورة التمسك بالعمل المهني في كل ما يخدم اللحمة الاجتماعية والتوجه العام للبلد.